شبكة التعليم التفاعلية أكاديمية الماتلاب للمهندسين. نهدف في هذه الأكاديمية إلى رفع المهارات المهندس من خلال مجموعة من الدورات في البرمجة والمحاكاة في الماتلاب، حيث تكون هذه الأكاديمية موجهة لطلاب كليات الهندسة في مختلف الدول العربية الذين لديهم مشاريع تخرج أو رسائل دكتوراه أو ماجستير ويرغبون باستخدام بيئة البرمجة والمحاكاة في الماتلاب، وكذلك الطلاب الراغبين برفع مهاراتهم في البرمجة والمحاكاة في الماتلاب. يمكنكم الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال زيارة موقع شبكة التعليم التفاعلية www.taalimnet.com أو التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني info@taalimnet.com.